غنية. أنا باقي أنا عاد جيت أنا إلا وصلت هذه خمس أيام. طبعا أنا كنحاول أنني نوقف على الجاهزية ديال جميع اللاعبين وعلى المستويات ديالهم التقنية والتكتيكية. تنتمنى أنه الكل يعني يساهم. هو ليس العمل ديال واحد فقط اللي هو المدرب أو الطاقم التقني، ولكن هو عمل اللي هو متكامل ما بين اللاعبين، ما بين التقنيين، ما بين إدارة، ما بين جماهير حتى هي كتساعد بشكل كبير. اللي كان وعدنا الجماهير الوداديه هو انه متكعدته غيبذل يعني اقصى ما في جهده، يعني من ناحيه ديال الجديه، من ناحيه ديال التمارين اللي في المستوى الكبير، من ناحيه ديال الانضباط لا في التدريب ولا في المباريات، على اساس انه الوداد دائما يبقى في المقدمه. وان شاء الله لما لا يعني نعيدوا الكره ديال 2017 او لا ديال 2022 ان شاء الله. وتنشكروا لانه الحمد لله يعني المغادره ديال الوداد خلينا واحد السمعه طيبه عند الجماهير الوداديه، وتنتمنى اننا يعني نخدموهم ونفرحوهم في هذا الموسم هذا. صحيح انه الموسم لا يكون سهل، لا توجد مقابله سهله، ولا يعني المنافسه على بطوله ستكون سهله، تخص تضافر يعني المجهودات ديال الجميع. اللي هو حنا كنضمنوه هو انه الطاقم التقني ديالنا سيشتغل يعني بجديه، وتنتمنى التوفيق من عند الله وبالمجهودات ديال الاخوان ديالنا اللاعبين وجماهير ومكتب مسير ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.